بخطوات ثابتة يسيرون نحو تحقيق طموحهم بعد تحصلهم على معدلات ممتازة في البكالوريا. صفاء، يوسف ومنصف رافقناهم في أولى خطواتهم بالمدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني. هنا لوحة إلكترونية للتعرف على توقيت الدراسة والتخصصات وتوثيقها بالهاتف المحمول. بعدها التوجه في جولة لمعرفة المدرسة وأقسامها. عجبتنا المدرسة من ناحية مرافق الراحة وما إلى ذلك، وكذلك المرافق الدراسية اللي كانت ذات تجهيزات عالية الجودة. الأقسام نعم تشجع الدراسة وتفتح المجال باش تطور مهاراتك وتحوز دائما تكون الافضل فيها. الشرف لنا اننا نقراو في هذه المدرسه اللي حتوفرنا ان شاء الله كل المتطلبات اللي تخلينا نمدوا ليزيفور تاعنا باش نتمكنوا في هذا المجال ونقراوها يعني بكل صدق باش نكونوا ان شاء الله بعد 5 سنوات التخرج حصن وجدار لحمايه الجزائر من كل هجمات السيبراني. اخترت المدرسه العليا للامن السيبراني لانه شفتها فرصه عظيمه جدا، المدرسه الاولى من نوعها هنا في الجزائر، وشفتها بلي فرصة لازم أي إنسان الحق لها لازم يستغلها. اخترت هذه المدرسة بالذات وتخصص أمن السيبراني أنه أحد أفضل الاختيارات في مجال المعلوماتية والإعلام الآلي. هذا المجال كثير الاستحداث، فهو كل بمرور أيام فهو يتطور كل يوم، لن ينتهي عند حد معين فقط، فكل يوم هناك جديد في مجال الهجومات السيبرانية وما إلى ذلك. 4000 مقعد بيداغوجي بالمدرسة، تجهيزات حديثة مع توفير كل الضروريات ل220 طالب كدفعة أولى وبتأطير من خيرة أساتذة الوطن. أسست المؤسسة هذه بالضبط باش نحلوا المشكل تاع الأمن السيبراني في الجزائر. دونك حنا راح نحاولوا نوفروا جميع الإمكانيات بيداغوجية كوسوسوا انفراستركتور كوسوسوا الجانب تاع الأساتذة باش نونكادريو الطلبة هذو أحسن أونكادريو ما يمكن يكون. اليوم لدينا حوالي 220 طالب جامعي جديد يحضر كما قلت شهادة مهندس مؤطر من خيرة أساتذة الوطن، لأن قمنا بانتقاء خيرة أساتذة الجزائر عبر كل التراب الوطني. لدينا كذلك هيكل بيداغوجي بسعة 4000 مقعد بيداغوجي من قاعات أعمال موجهة، قاعات أعمال تطبيقية، مدرجات وقاعات المطالعة إلى آخره. هم طلبة من خيرة نجباء البكالوريا سيبدأ مسارهم للتحصل على شهادة مهندس في مجال حساس يعول عليهم لحماية الأنظمة المعلوماتية للجزائر.